من جديد كل الناس المتواصلين معنا متابعينا من خلال شاشة البلد. في حضرة المساء قبل شوية كنا بنتكلم عن النجاح، إنه عنده قصة كبيرة وجميلة بتدي طاقة إيجابية وفرح لكل الناس الممتحنين في السنوات الجاية. لسه قصة النجاح متواصلة، وفي حكاوي أخرى لأيضا ناس ناجحين، سيدة ومعاها بنوتات الصغيرة وواحد الأبناء الناجحين. خلونا من خلال مساحة نبي. نرحب بك يا أستاذة والوالدة فاطمة وداع عمر، مساء الخير عليك. تسلمي، الله يسلمك، منورانا الله يعافيك، نور الله قدرك، الكرام والعافية إن شاء الله. يديك العافية. مرحبا بالمتفوقة والناجحة وعد بلال أحمد، أهلا بك، 261 ألف مبروك. الله يبارك فيك. نرحب كمان بعبد الله حمزة السيد، 239 ألف مبروك. الله يبارك فيك. كيف أحوالكم، كويسين؟ تمام والله الحمد لله. في البداية يا سيدة فاطمة ورينا فرحك بنجاحك بأوعد. فرحي والله بنجاحي، فرحانة بها شديد، وفرحنا زايد الحمد لله، ومتوقعين نتيجة أكبر من كده، لكن الحمد لله على قسم رب العالمين. الحمد لله والحمد شكر لله. ألف مبروك التوفيق دائما إن شاء الله. آمين يا رب، موفقين دائما إن شاء الله. يديك العافية. الله يعافيك. مبروك يا وعد، ويعني نسبة 261 نسبة كبيرة جدا، فاستقبالك للنتيجة كان كيف؟ والله الحمد لله ما كنت متوقعة 261، كنت متوقعة نتيجة أكبر من كده، لكن قدر الله ما شاء فعل. كنت متوقعة 265 266، لكن الحمد لله على كل حال. عبد الله استقبالك كان للنتيجة كيف؟ والله استقبالي كان للنتيجة بسرور وبهجة. ومتين تسعة وتلاتين ما نتيجة كنت متوقع نتيجة أكبر، لكن زي ما قدر الله الحمد لله. الحمد لله مبروك. وخلينا نرجع للوالدة فاطمة، وهم قالوا استقبالهم للنتيجة كان فيه سرور وبهجة لكن برضو ما النسبة المتوقعة، فأنت أثناء النتيجة أعلنت استقبالك لها كان كيف؟ الله الحمد لله الشكر لله، يعني من ما سويت خلاص الحمد لله، يعني جاء في ما رضي أنا كده كويس لكن شبعناه. لا الحمد لله النتيجة كويسة مفرحة والحمد لله. كنت متابعة معاها؟ متابعين هي من مرة والله الحمد لله. شكل المتابعة تكون كيف في البيت؟ طيب عشان الأمهات اللي بيشاهدونا هسه يكونوا عارفين. والله الحمد لله، يعني جيت من زمن الروضة، جيت من الروضة كده دون عصير دون سندة. يلا تاني بنمشي، راجعوا لهم حاجاتنا اللي ادوه لي. ايوه الحمد لله تخرجت وانتهت، بقت على المدرسه برضه وازعلك. انا جيت من المدرسه تشوف وجبتها وتشوف مراجعاتها وتشوف دروسها، والحمد لله متابعه، يعني في البيت متابعين لها مع الاستاذين، يعني ما مقصرين والحمد لله. في البيت نحن مشدعين. الحمد والشكر لله. الحمد لله. وعد انت براك اكيد كان عندك دور. الحمد لله عندها الحمد لله. ايوه وعد احكي لنا. بنقرا في المدرسه، بنجي راجعين، نصلي الظهر، بنكتب واجباتنا، ثاني بنراجع دروسنا، حتى بناخذ لها راحه، حتى ثاني نقوم نقرا بعد الدروس. كويس جميل. عبد الله كان بنصحى كده، بنمشي البيت، بنراجع الواجبات اللي ادونا لها، وبنصلي الدور وناخذ راحه ثاني على كده. انا بالليل ما قاعد نقرا. كده انا قرا كده من بين نقرا. وقفت الكوره الشارع الشباب كده، الكوره يعني. دي ما هي العصر. عشان كده ما بقرا يعني، بتكون خلاص مرهق كده. خلاص انا مرهق ثاني، امشي كده بنزل المغرب بصلي وامشي ثاني انام. بتصحى بدري للقرايه؟ بصحى كده الساعه 4، بصحى الساعه 4 براجع، بس قاعد نراجع الرياضيات لان عندي فيها مشكله. براجع الرياضيات طوالي، امشي بمسك الكتاب في الشارع وبقرا بمشي المدرسه. الساعه 4 دي طبعا لانه الزول بيكون يا دوب صاحي من النوم، فالراس بيكون فاضي زي ما بيقولوا، التركيز بيكون عالي جدا. التركيز بيكون عالي. التركيز محتاج، الرياضه محتاجه للتركيز اكثر حاجه. طيب اثناء اعلان النتيجه كنت في البيت منتظر المؤتمر والنتيجه بالتليفون ولا ما كنت قاعد في البيت؟ كنت قاعد برا. يعني من قليل ليه، أنا ما كنت عارف الليلة ذات كان في النتيجة. الأولاد ديل دايما كده ليه يا عبد الله؟ ما ركزت مع الحاجة دي ولا كنت خايف؟ لا أنا ما كنت خايف، كنت مركت كده مع أبوي مركتها. كان معايا أخوي، لكن لما قالوا لي النتيجة جاتني خوف كده. جاتني خوف، لكن
فشو شاف النتيجة قال لي جبت 239 قال لي مبروك. عندها يبالي فيهم فرحت بها لأنه بعد كل لكن كنت متوقع نتيجة أكبر. وعدني انت طبعا حتكوني عارفه يوم النتيجه ومنتظراه البنات طبعا احنا ما زي الشباب يعني منتظرين على في التلفزيون من يوم الخميس منتظرين من يوم الخميس منتظرين لو انجسد بدينا من صباح الرحمه بدينا حضرنا حضرنا القناه لما بدا المؤتمر ثاني نحضر كي كان جا اخوي قال لنا ابحث لكم النتيجه بحثناه عرفناها ثاني ما كملنا المؤتمر خلاص عرفت النتيجه خلاص فرحتي طوال وعبرت عن فرحتك والتغاريد في البيت. اي والله يا زغاريد الحمد لله الحمد لله الحمد لله ما فرحت شديدة. ليه؟ ما كنا متوقعين. ما مشكلة تعوضي. في نسبة كبيرة بالله ان شاء الله. اجتهدي بس واظبي على الحاجة دي وما توقفي. ان شاء الله. طيب وريني وعد دور المدرسة كان كيف بيتابعوا معاكم الحصص المدرسية الحصص الإضافية وجو المدرسة بيكون كيف عموما؟ والله المدرسة دي بالنسبة لي بيتي الثاني. فيها أمي وابوي كلهم قاعدين في المدرسه كانوا يدون حصص اضافيه عشان نحرز الدرجات الكبيره ما من المعسكرات من الحصص الاضافيه من الكورسي اي شيء كي ما خلوه لنا قرينا اي حاجه لكن ما كافانا بنتيجه كبيره لكن الحمد لله ما خلونا طيب المعسكرات دي شكلها كان كيف طيب بنمشي المدرسه من الصباح بنوصل البيت المغرب بنقرا بين اليوم العادي والمعسكر في ساعة ولا ساعة ونص بخلونا نكمل باقي واجباتنا دروسنا كلها تاني نرجع المعسكر عادي يراجعونا في المعسكر بدون حصتين حصة مراجعة كاملة للكتاب كتاب المادة الأولى تاني بدون المادة الثانية كاملة كويس جميل وانت يا عبد الله زي ما قالت من بدون المعسكرات دي من الصباح والمدرسة كان زي بيتي الثاني يعني يعني فيها الأستاذة زي المديرة زي أمي وكان أصحابي في المدرسة زي أخواني واحد بس وقت المعسكر ده كان لسه بشنو كان وقت صعب يعني كان بس يعني وقت الواجبات ده كان بسيط يعني كان لنا كان بدون واجبات كثيرة خاصة في الرياضيات ثم تاني بدون باقي المعسكر يعني زي ما قال بدون كتاب بتمو لنا تاني الثاني الكتاب الثاني اليوم الثاني خلينا نتابع المعسكر بشكل كبير ما تفوت كده ولا يوم لا ما فوت نهائي ودكت بس بمرق وبقول انا امرق اي واحد يمشي بيته يجيب لي فطور اي غدا ياكله في المدرسه انا بس بتاخر عشان كده انت ما جبت الدرجه اللي انت عايز ثاني ما تتاخر ما قبل شويه وعد يا نجوى لما قالت بناخد في الفاصل مكتب الواجبات انا ذكرتها يوم المعسكر احنا نطلع بناكل الواجبات دي نخليها بعد المعسكر بعدين يمكن عشان كده ما جبنا درجات زيكم فبالتوفيق لك يا وعد مره ثانيه شايفه ان احنا ما جبنا درجات زيكم لكن مبسوطين يعني فرحانين من درجاتنا بس كمان اجتهدنا يعني الحمد لله ايوه الحمد لله ذاكره شويه كعبه كده كانت ذاكرنا جبنا كم خلينا نرجع للوالده ايوه المدرسه تمام والله الحمد والشكر لله يعني برضه الاستاذين والاستاذات لهم الشكر ما قصروا معاهم ما شاء الله يعني بيتلي لنا نحن ليهم يعني زي والديهم ما مقصرين معاهم راجعوا ليهم ومتواصلين معاهم ما شاء الله يعني ما قصروا كله والله ان شاء الله ربنا يقلهم في ميزان حسناتهم ان شاء الله امين يا رب طيب بالنسبه للنشاط الطلابي والطابور اللي كلنا عارفينه يعني الصباحي مشاركاتكم فيه كانت كيف؟ لا الحمد لله كنا بنقدم كله طابور بيقدموه اثنين كل يوم عليه فصل بيقدم اثنين ثاني باقي الفصل بيشاركوا في الدعاء الحديث باقي الطابور كله عندنا مشاركات اضافيه زي مقابله مع الاستاذ يمكن نطلع استاذ نساله عن تاريخ ميلاده واسئله شخصيه عنه هو من خلال الاسئله بيجاوب لنا نحن كده بنعرف انت كنت بتقدم شو؟ كنت اقدم في البرنامج بقدم اسئله اي شيء كده يعني بقدمه ما شاء الله هاي عبد الله مشاركتك كانت كيف؟ ولا بشارك كل الغرام ده عجبتني فيه والصراحه جدا طبعا اي ما بشارك لكن بطلع بيطلعوني غرام ذاتي لكن ما بطلعوك انت بتعرف بطلعوك فجاه كيف فجاه؟ يعني ما بوروك انه في ده طالع ولا انت بتطلع كده بتطلع كده بدي امر بنفرين ولا ما اعرف انه بندفوك فجاه؟ بندفوك فجاه لا كم تعرف تقول شيء من قلت الحمد لله تخش رأيي عشان كده مفترض تكون على استعداد دائما جهز لك حكمة حكمتين
سؤالين سؤالين دي كده في لحظه الرنج دي شنو تقوم تطلع تقولهم طوالي بالتفصيل لك ان شاء الله. عبد الله سلوكك كان كيف في المدرسه؟ سلوكي والله كان سلوك متوسط يعني لا بشاغب كثير لا يعني لا بكون هادي كثير لكن فقط الحين قاعد نكون هادي هادي لكن المفروض ده زي ما بتعرفي الاولاد المفروض ده بكون جاهز. البيت اللي كانوا موجودين قبلكم قلت لو انت كان بتفرج كده كان بتفرج يا عبد الله. لا لا الورق اللي قدام لكن قبل الورق قبل الورق بهدي باعتبار الورق خلاص الثلاثه كنبات الورق ديل باعتبارهم كنبات ورق يعني انت كنت زول هادي حاسي انه سلوكك في المدرسه ساعد في انك تجيب النتيجه دي؟ اي بعد يعني وقت يعني الخمس دقائق من الحصه دي انا بحاول بستعد للماده الجايه لكن منشغل حبه واسمع الباقيين قلت الاستاذ بيجي طوال الاستاذ بيجي ثاني بعد الحصه بنتابع يعني وقت الحصه ده وقت الجد وقت الحصار انتهى ثاني لي بعد الحصه. اها يا وعد في شغب ولا جرد شديد؟ ما جرد شديد لكن مشاغب مشاغبه يا زول لما نقول انا مشاغب معناه خلاص هنا اديه 90% فانت نص نص ولا؟ ما نص نص في الحصه بكون هادي التركيز كله مع الاستاذ لكن في بعض الوقت غالبا يلقوني مشاغبه مع بعض التلاميذ. طوالي يس نحن انا في الكلمه الاولى برجعوني في لما يكون وقت الفراغ برجعوني ورا ما الكلمه الورا في الحصه بيطلعوني قدام كويس متوسطه يعني هنا كويسه وهنا كويسه والحاجه دي حاسه انه برضه مساعداك على انك تجيب النتيجه انك بتفصلي وقتك. بكون فاصله بين وقت فراغي ووقت عمليه. طيب هل الشغف ده حاسه انه ممكن يكون خصم منك سبب يخلي انه النسبه تكون شويه قليله نهائي؟ قول لا باس به يعني ما هو لحظات بسيطه ما في مشكله. كويس. طيب الزهره الشاطر اللي بكون في الحصه ذاك انت كنت نوع الشاطر الغتيب ولا كنت نوع الشاطر اللي ممكن يشرح للناس يوريهم الحاجات اللي ممكن تكون صعبه عليهم؟ الشاطر اللي بيشرح للناس بساعد صعب اعطيه الفصل ما فاهمه افهمها الاستاذ ما شرح لها سامح اشرح لها بساعدها ما شاء الله. جميل. طيب الامتحانات ذات شكلها كان كيف؟ الامتحانات هل كانت صعبه او في امتحان مر عليكم صعب؟ لا الامتحانات كانت صعبه كانت صعبه كلها؟ ما كلها بس جا صعب فيها الرياضيات. انت شكلك عندك مشكله مع الرياضيات. الرياضيات كانت صعبه شديد. وانت؟ ما عندي مشكله مع ماده الا بس جاء الامتحان صعب العلوم لكن دخلت في الامتحان لما جات النتيجه لقيت في رقبتي جايبه فوق 27 ما متوقع اصلا اجيب 27 كنت اتوقع 19 20 لكن الحمد لله. ما شاء الله. هو انت الرياضه جبت فيها كم؟ ما شفت عليها. انت ذاتك كفايه علي وبسطه براحه. والله بس ما عارف يعني انا بعد شفت النتيجه باقي ما قلت نشوف المواد الدرجات يعني انا بعد شفت النتيجه خلاص عشان كانت عارف روحك مستواك كويس في شنو مستواك عارف في شنو لكن قالوا النتيجه بطلعها وبي بشوف كويس. طيب يعني في حماس انك تشوف؟ لا لسه في حماس. جميل. خلينا نرجع للوالده فاطمه ومتابعات الام دائما في كل مدرسه يعني تكون في اجتماعات خاصه لسلوكيات الابناء والمستوى ذاته الاكاديمي بيكون ماشي كيف فكيف كانت متابعتك مع متابع معهم طوالي فهي ما يكون عند في انتماع بنمش نشوف انتماعهم هون دايرين شنو ناقصين شنو عندها هي ناقصه شنو داير شنو هي انتماع قاعدين نمشي نحصله. الحمد لله. هل كان عندك مشكله في التاخير المعسكرات لحد المغرب حاسه انه مثلا هي بالنسبه لها ارهاق ولا كان عادي يعني؟ لا عندها عادي ما عندها حاجه ثانيه بعد تجي من المعسكر ده ما عندها حاجه. انا بتجي تملص هدومها شوف طريقه مغسلين كيف وهي تاخذ راحتها تاخذ غسل براكي؟ لا نغسل لها ويجي بعد ما تجي من المعسكر ده تجي تاكل وتنوم بس لا حضر المسلسل لا هاي كنت مانع نفسك من التلفزيون التليفون كذا؟ لا حاجه بس مع المدرسه اصلا امي مانعاني. عبد الله ده قاعد يضحك كذا شكله كان عنده تليفون بالدش. لا قاعد كان ظاهر عام ما كنت مانع نفسك من التليفون؟ والله بس منعته من التلفزيون كذا بس ايام الامتحانات والتليفون لكن ما رجعتش اشاري انها بتتخنى
ما بتستفيد منها؟ طيب التليفونات دي سوشيال ميديا التليفونات لا بخش فيها، قاعد نخش الامتحانات القديمه هاي بتساعدك هاي. بتساعد شويه، بتديك احساس الامتحان ذاته شكله بيجي كيف. بس بخش بقعد بفتح في اليوتيوب بقعد معاني الامتحانات القديمه طيب ليه، وانا بس بكتب السؤال بعد نقرا الكتاب تاني بحاول نحله حلو بخش الفيديو الاقي اجابتي صح انا وكون مطمئن. كويس طيب. يا عبد الله طموحك بعدين انك يعني غير انك تدخل التخصص انك تكون شنو لقدام؟ لا يا مخالك لان في الطياره كابتن. صوت الطياره عادي؟ ان شاء الله يا رب. ان شاء الله ان شاء الله نسمع بك قريب يا رب. ان شاء الله ان شاء الله. انا اعرف طبيب اطفال عشان اساعد كل الاطفال. يا سلام ان شاء الله. ان شاء الله بالتوفيق. تدرس طب يعني؟ ان شاء الله موفقه. ان شاء الله ان شاء الله. ايوه ما خايفه من الرياضيات؟ انا بحفظ. تحفظي؟ احفظي زي العلم ده شويه. وش مصعب عليك؟ ما يكون صعب علي اصلا، عندي استاذنا كان مرشد صفنا، قلت انا داير اقرا علمي، قال لي انت بتحفظ انا بتواظبي معاه، تواظبي معاه ان شاء الله، قال لي بتواظبي. جربي انت، حاولي افهمي اكثر من انك تحفظي، لو حفظ ما عندك فيه مشكله. اللي بيسمع لك في البيت منه؟ امي مره، اخواتي، اخواني مرات، ابوي. كويس. هو بيشرح لك؟ بيشرح لي اختي الكبيره. ما شاء الله كويس. وانت؟ انا والله مرات امي مرات، لكن اكثر الاغلب بكون بسمع لروحي براي يعني. بس ابوي بتكون شغاله هي برضه معلمه. ما شاء الله عليها تحيه. معلمه بتكون شغاله، انا ابوي بيكون شغال، في اخواني ذلك صغار صغير مني بيلعبوا، انا بيجي بسمع براي. بقعد بسمع براي بس بعيد الدرس كم مره وكم مره وبحفظه ثاني، خلاص بكفي الكتاب بعد كده بمرق. بتغيم نفسك لما تسمع براك؟ اي بغيم روحي، اشوف روحي انا حفظتها كيف، كما لقيت روحي حفظتها خلاص للنهايه ده انا بمرق. تسمع ولا بتجامل من نفسك تخليك واضح؟ لا اسمع عديل. والله متاكد؟ طيب الدراسه، وخلونا نرجع للمدرسه والاساتذه ذاته، تعامل الاساتذه مع الطلبه شكله بكون كيف؟ في اساتذه مرات بيضغطوا على الطلبه من خلال الواجبات الدراسيه، بيضربوا في اساتذه بيضربوا. يعني احنا ما كان بيضربونا، لكن الكوارث دي كانت بيهرشوهم. يعني كان بيدرشونا درجات في الواجبات، يعني خاصه في الرياضيات كان بدون واجبات تقيل. لكن الله يسلمهم، لانه خاصه في الرياض كان بدينا واجبات لما فادتنا كثير في الامتحان. خلتك تتعلم بالتكرار الكثير. وانت يا وعد؟ الحمد لله ما كانت عندنا، نحن كنا فصل مثالي ما شاء الله. تعالي بنكتي، ما نهاية الاستاذ ما قاعد يستعمل معنا الصوت نهاية، ولا قاعد يكركو فينا، بيجي يدينا الواجب امشي يلقانا كتبناه كلنا، ما عليه الا يصحح لنا، نهاية ما قاعد يكركو فينا ولا يستعمل معنا الصوت. كويس. طيب كان في اسئله تحفيز؟ يعني في نوع الاستاذ اللي بحفزك اللي بقول لك يا اخي لو نجحت او لو كتبت الواجب او عملت كده، انا مثلا بعمل لك كده. هسه ديرتنا استاذه هره قالت لنا كان نجحتوا كلكم بوديكم طالع قناه البلد او اي قناه ثانيه. هسه ما شاء الله وفد بوعدها. يا سلام على تحيه لها. وبتشجعت اتحمسنا يعني كي قرينا وجبنا الدرجه الكبيره. وجيتوا قناة البلد. جينا قناة البلد. رحبت بكم ومنوريننا ان شاء الله دائما يا رب. طيب في اي نشاط ثقافي في المدرسة بتطلعوا رحل؟ بيكون عندكم يوم كده بس بيكون محدد للكورة للتفاصيل حياتي؟ يعني عندنا كان ايام نشاط للكورة دي خصيصا للكورة دي، يعني ما قعدنا جامل فيه نهائي، بيكون يوم الاربعاء. كان ما مرقنا نمرق اليوم اللي بعده. وكان وفي الرحلات السنوية دي. نمرق بودونا حديقة يعني عشان تنسى هم الدراسة ده كله، تنساه في الحديقة. تغير جو. تغير جو. طيب يا وعد شكل الشلاليات كمان في المدرسة، صحباتك الناس القريبين لك كلكم كده كنتوا نجحتوا مع بعض، بتشرحوا لبعض بتساعدوا بعض؟ كلنا كنا بنساعد بعض. حاجة أنا ما فاهمها بتشرح علي صاحبتي، صاحبتي حاجة ما فاهمها أنا بشرح عليها، حاجة الاثنين ما فاهمينها بنمشي لواحد تاني بتشرح علينا. كويس. ما كان في زول بيحاولوا يقول لكم لا ما بشرح وكذا؟ كويس. النسب عموما طيب الفصل بتاعكم كانت كيف يا واد؟ والله كلنا يعني كان في شوية نسب بسيطة نهاية، ما عندنا درجة نهاية، أعلى درجة لنا 200 وحاجة، ما نهاية ما أدري أقل درجة. أقل درجة. كويس. وأنتوا يا عبد الله؟
يعني نحن اولادنا معروف سقطوا نحن عليهم سقطوا مننا اربعه. حتى الاولاد حيزعلوا زي كلام بقول احيانا الاولاد بيكونوا مشغولين. اي لكن يعني السنه ذاتها كان في واحدين كانوا درجات يعني نازله شديد، لكن السنه دي ارتفعوا، يعني في واحدين خشوا الميتينات، كان في 180 خشوا الميتينات عادوا يعني. ها؟ لا ما عادوا، لكن في العيدين يخشوا الميتينات وتفوقوا يعني. بتاخدوا النجاح ده لمنو؟ انا بادي النجاح ده لي، لا بادي النجاح ده لامي ويعني اهلي وخاصه الاستاذه مديرتنا. ليها تحيه. وانت يا واد؟ انا بعدي لي كله اساعديني واساعد ذاتي، بعدي لي امي وابوي واخواتي واخواني ولا كل شخص معي في المنزل ولا عمامي واخواني. ما شاء الله. استاذة فاطمة اختمي لينا. بعديه لعمامة ولي خوالة ولي ناس بيتها كلهم ولي جميع الأهل. نفسك تكون شنو بعدين وعد؟ نفسي تبقى حاجة كبيرة، تبقى دكتورة، تبقى حاجة سمحة، تبقى حاجة فوق إن شاء الله. يا سلام. طبعا أمنية كل أم البيت أول ولد يقول لك يبقى طبيب، لكن لما يكبر بيقرر براه فبيشوف هو داير يبقى ان شاء الله. فهل محايدة للقرار ولا مرات بيكون في ضغوطات من ناس البيت يعني؟ لا خلاص علمي طب ان شاء الله تكون بنيتها براه ان شاء الله. شكرا لكم كثير. شكرا لك يا عبد الله، شكرا لك يا وعد، شكرا لك يا سلطان، مساعدنا بكم جدا، موفقين دائما ان شاء الله يا رب العالمين. تسلم، يديك العافيه ان شاء الله. الله يسلمك نجمه. يمكن كان حلقتنا الليله مليئه بالفقرات الجميله واللي كانت محفزه لكل الناس، بدايه من التراث السوداني والخريف والشعر الجميل، وختاما لفقرات النجاح للمدارس. موفقين جميعا. إن شاء الله تكون حلقة كانت نفع عامة بالمعلومات. شكرا لك يا نجوى. شكرا لك يا دعاء. شكرا لك. لحد ما نتلاقى في حلقة جديدة في أمان الله.